المستشار يلتقي رئيسة الوزراء الدنماركية لمناقشة مزايا المساعدات. البرلمان النمساوي يشهد أول احتجاج من نوعه ضد رئيس أجنبي. النمسا تؤيد مذكرة الاعتقال الدولية ضد بوتين. توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ يونيو. وزيادة في إيجارات الشقق والمنازل المعيارية اعتباراً من بداية أبريل نيسان. من العناوين إلى تفاصيل النشر، أحييكم عبر النمسا ميديا وأبدأ معكم أولى أخبارنا لهذا اليوم. يناقش المستشار النمساوي نهامر مقترح جديد يتعلق بشروط تلقي المساعدات الاجتماعية مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن في كوبنهاغن. ويشترط المقترح الجديد أن يكون شرط الحصول على المساعدات الاجتماعية التواجد في البلاد لمدة لا تقل عن 5 سنوات ليحصل على كامل المبلغ. ويسعى نهامر إلى الاستفادة من التجربة الدنماركية في نظام الإقامة والمساعدات الاجتماعية التي وصفها بنموذجا يحتذى به. وقد عبر يوهان سراوخ وزير الشؤون الاجتماعية عن عدم موافقته على المشروع المقترح. قاطع نواب حزب الحرية كلمة الرئيس الأوكراني زيلينسكي داخل البرلمان النمساوي في احتجاج يعد الأول من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي ضد رئيس دولة أخرى. ورفع نواب حزب الحرية اللافتات التي تطالب بمساحة للحياد والحرية. واعتبر زعيم الحزب هذا الاحتجاج انتصارا، ورفض رئيس البرلمان الموقف، وأكد أن المفهوم النمساوي للحياد يتعلق بالأمور العسكرية فقط. كما كشف الحادث عن انقسام داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن مسألة الحياد، حيث غاب 22 نائبا من أصل 40 نائبا. أعلن وزير الخارجية النمساوي شالنبيرغ دعم بلاده مذكرة الاعتقال الدولية ضد الرئيس الروسي بوتين. وأشار الوزير إلى أن دعم المذكرة ضد بوتين تؤكد التزام النمسا بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأوضح أن النمسا هي واحدة من 33 دولة تقود حملة لإنشاء محكمة خاصة لمحاسبة روسيا في المحكمة الجنائية الدولية. جاء هذا بعد خطاب للرئيس الأوكراني زيلينسكي أمام البرلمان النمساوي، حيث دعا إلى مزيد من التضامن مع بلاده في ظل استمرار الحرب مع روسيا. توقع مكتب الإحصاء النمساوي أن ينخفض معدل التضخم إلى 9.1% حتى نهاية العام الحالي، حيث انخفض إلى أدنى مستوياته منذ يونيو، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في مستويات التضخم منذ بداية العام. وكان تراجع أسعار الوقود والتدفئة في الآونة الأخيرة من المساهمين في الانخفاض. وفيما يتعلق بالمواد الغذائية، يشير الاتجاه إلى تراجع في الأسعار، ويرتبط هذا التطور بأنشطة البنك المركزي الأوروبي الذي يهدف إلى تحقيق معدل تضخم بنسبة 2%. ترتفع إيجارات المنازل في النمسا بنسبة 8.6% اعتباراً من السبت 1 أبريل، وذلك بعد فشل المفاوضات في تحديد الإيجارات.
وأعلنت وكالة الأنباء النمساوية أن هذه الزيادة تختلف من ولاية إلى أخرى، حيث تم تسجيل الزيادة الأعلى في فورالبيرغ. ورغم أن التعديلات المعيارية مطلوبة بموجب القانون، إلا أن الملاك ليسوا ملزمين بهذه الزيادة، ويعتبر هذا ضربة كبيرة للمستأجرين وسط الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة. كنت معكم أنا هيفاء، ألقاكم في نشرات لاحقة. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب المنى، دمتم بخير.